ما معنى قوله تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية؟ خفت موازينه أعماله يعني ثقلت سيئاته بحسناته، خفت موازينه يعني ثقلت سيئاته وخفت حسناته، رجحت سيئاته بحسناته. فأمه أي مصيره هاوية النار والعياذ بالله، يهوي بها على أم رأسه. أمه يعني قيل أمه يعني النار، سماها أما له لأنها مأواه كما يأوي الإنسان إلى أمه، وقيل أمه أي أم رأسه هاوية، بمعنى أنه يسقط في النار على رأسه العياذ بالله. نعم.